رجعنا مع حضراتكم للفقرة الأولى في البيت الكبير، فقرة مميزة، والفقرة مميزة مع ضيف مميز جدا على مستوى الأداء التحليلي والفني، الدكتور أحمد ثابت. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا كابتن هاني، وتحياتي لحضرتك، وإن شاء الله كده نقدم حلقة كويسة إن شاء الله. إن شاء الله يا أحمد، حلقة إن شاء الله مميزة جدا إن شاء الله. أكيد أنت متابع انضمام الرسمي، إعلان الرسمي لانضمام طبعا بدر بنون، ده لاعب مميز، لاعب مغربي. محضر لنا إيه على بنون النهاردة؟ بالتأكيد بدر بنون صفقة قوية جدا للنادي الأهلي، يعني مدافع كبير جاي من نادي كبير انتقل لنادي كبير، يعني نادي كبير نادي الرجاء، وطبعا نادي كبير النادي الأهلي، وبالتالي أنت شاري مدافع من نادي بطل كمان لسه حاصلين على الدوري المغربي نادي الرجاء. نمرة واحد لما تيجي نقيم اي صفقة اي ده اي نادي دلوقتي او اي يعني السكاوتنج في العالم كله شغال، ان انت بتقيم اربع حاجات عشان تقيم صفقة جديدة او ازاي انت تجيب صفقة جديدة. اربع حاجات، ايه هم الاربع حاجات دول؟ تكنيكال، فيزيكال، سايكولوجيكال، سوشيال. تكنيكال يعني الجانب التقني، الجانب الفني، اللاعب ده هيفيد ايه، ده اللي احنا هنتكلم فيه، ازاي هيفيد النادي الاهلي او هل النادي الاهلي محتاج مدافع ولا لا، دي اول نقطة. النقطة الثانية الفيزيكال، الجانب البدني، هل هو بيكمل ال 90 دقيقة ولا لا، الهيستوري بتاعه في الاصابات ايه، هل هو عنده هيستوري اصابات ولا لا. كل العالم بقى شغال كده بالاربع حاجات دول. الجانب السايكولوجيكال اللي هو الجانب النفسي، هل اللاعب مثلا لما بيتعرض لمشكله بيتحط تحت ضغط نفسي خلاص بيتحرق ولا هو بيقدر يقاوم، بدليل ان هو مثلا شخصيه لاعب. في لاعب لما يجي نادي كبير زي مثلا النادي الاهلي يتحرق ليه؟ عشان فرق ان هو الجانب النفسي، لكن هو طبعا جاي من نادي كبير، عشان كده بدات كلامي من هو لاعب مدافع كبير جاي من نادي كبير راح نادي كبير. صحيح. دي حاجه مهمه جدا. بعد كده برضو السوشيال اللي هو الجانب الاجتماعي بتاع اللاعب، هل هو جماعي؟ طبعا هو لعيب قائد، يعني لعيب ليدر، فبالتالي الجانب الاجتماعي عنده بتاعه كويس جدا. نيجي بقى نتكلم على الجزء اللي هو بتاع التحليل، الجزء التقني اللي هو التكنيكال. يعني لسه نتكلم في الجزء كمان الاجتماعي، ده مهم كمان في طبعا اختيار اللعيبه، والناس برضو لازم تعرف يا دكتور ان الاختيارات والسكاوتنج ما بقوش ده لعيب حريف ولعيب كويس فنجيبه، لازم يكون متعلم كويس او بالزبط. نوعا ما يكون تعليمه نوعا ما افضل، بحيث ان هو يعرف يتكلم، يعرف يبقى عنده شخصيه، يعرف يتعامل مع الجمهور، يعرف ازاي يتعامل مع المدرب، ما يعملش مشاكل في الفرقه، كل ده جانب مهم استقرار جدا. استقرار اجتماعي كمان، ان هو يعني يكون شخصيه متزنه، ما فيش مشاكل بره الملعب، لان انت عارف دايما خلاص لعيب الكوره مرتبط بشكل كبير جدا جدا، يعني الحياه الخاصه بتاعته مرتبطه كتير جدا بادائه في الملعب، فكل دوت جوانب انت طبعا درستها بشكل كبير. نبدا بالجانب التكنيكال، الجانب الفني او تحليل الاداء بتاع بدر بنون. نمرة واحد، انت جايب لعيب ليدر، كابتن للفرقة، دي مهمة قوي. دايما لما يبقى في واحد ورا صاحب شخصية هو اللي بيقود الهجمة، زي الشناوي ورا مثلا هو الليدر عندك دلوقتي، لما تدعم بحد في خط الدفاع يبقى ليدر، دي حاجة مهمة قوي. ليه؟ هو اللي هيطلع امتى، نرحل امتى، نتقدم امتى، نغطي مصيدة التسلل. الكلام ده مهم جدا. مزبوط. ازاي الباك ارحل عليه هو يغطي، دي حاجة الكلام مهم جدا. صاحب شخصية دي حاجة مهمة جدا. اولا هو 27 سنة، يعني قابل للتطور، لسه في مرحلة النضج، قابل للتطور، دي اول حاجة. النقطة الثانية ان هو مدافع كورته حلوة جدا. مدافع يعني ايه كورته حلوة؟ يعني بيقدر ان هو يخترق، يقدر يعمل عملية البنتريشن لقدام، يقدر ان هو، ودي حاجة محتاجها النادي الاهلي مع موسيماني. موسيماني عنده الاثنين المساكين بيبقوا صناع العاب، بيبداوا هم الهجمة، بيدوروا الكورة، بيعملوا تمريرات كويسة. هل انت المدافع اللي جايبه لايق على طريقة لعب موسيماني؟ ليه؟ لانه بدري منون عنده رؤيه، عنده توقع بشكل كويس جدا، عنده تمريرات، بيعرف يبني الهجمه بشكل كويس جدا. لكن احنا لو جبنا الصوره اللي هي فيها خريطه التمريرات بتاعه بدري بنون، هتلاقي، بص حضرتك، بدري بنون تحس ان هو من كتر تمريراته ان هو بيلعب لعيب ارتكاز. اهي قدامنا على الصوره دي خريطه، دي اماكن تمريرات بدري بنون في الدوري المغربي، دي الاماكن اللي مرر منها بدري بنون. طبعا هي يعني الاتجاه رايح ناحيه اليمين الصوره، يعني بدر بنون ده هو كان هو المفروض بدر بنون على شمال الصوره، على شمال الصوره، وهو التمريرات راح ناحيه اليمين. صحيح. كده فبالتالي هو دي كل التمريرات. بص حضرتك هتلاقي لعب تمريرات من نص الملعب كتير جدا، فهو اللعيب بيتقدم عنده حته الزياده وعمليه الاختراق، حتى عامل تمريرات كتير من قدام. بص ده لعيب يعني حته المدافع اللي هو بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا، وبيديك التمرير الطولي. صحيح. بصوره مميزه جدا. صحيح. ودي ميزه مهمه احنا محتاجينها في النادي الاهلي، ان انت يبقى عندك المدافع كورته حلوه.
الحاجة التانية الأولانية اللي كنا اتكلمنا فيها إن هو ليدر، الليدر ده برضه حصل على بطولات، أنت جايب مدافع زي ما قلت لحضرتك نادي بطل جاي لنادي بطل، طب إيه البطولات اللي أخدها برضه؟ لازم نكون عارفين السي في بتاعه. أولاً هو أخد 2 دوري مغربي مع نادي الرجاء، آخرهم كانت السنة دي 2019-2020 والأولانية كانت 2012-2013. أخد 2 كأس المغرب سنة 2011-2012 وسنة 2016-2017. أخد كونفدرالية 2018، اخذ سوبر افريقي اللي هي 2018-2019. اذا انت جايب مدافع جاي من نادي بطل زي ما قلت لحضرتك، متعود ومتمرس على البطولات الافريقيه وحصل على الكونفدراليه، وبالتالي مش هيحتاج وقت في التاقلم على اللعب، عكس مثلا ما تجيب لعيب من لاتيني او لعيب ما عندوش خبرات، لا ده لعيب لعب جاي لعب كونفدراليه وحصل على الكونفدراليه ولسه كان مشارك مع الرجاء في نص النهائي، وبالتالي انت جايب لعيب صاحب متمرس في القاره الافريقيه، ودي حاجه مهمه جدا. نيجي بعد كده في نقطة تحضير الهجمة من الخلف، طب إيه اللي يأكد لك إن الراجل ده أو المدافع ده بيحضر الهجمة من الخلف بشكل كويس جدا؟ باتشيكو مدرب الزمالك في الماتشين الأخر الرجاء والزمالك عمل إيه؟ في الماتش الأولاني تحديدا هو لعب مصطفى محمد عليه مان تو مان. بيضغط عليه ده يضغط عليه مان تو مان عشان أمنع تحضير الهجمة، كانت فكرة باتشيكو كله إن بدر بنون، لأن كانت الإحصائيات قدامه والأرقام عند باتشيكو إن لعب بناء الهجمة عند الرجاء من خلال بدر بنون، يعني مفتاح لعب هو من الخلف هو بدر بنون، بدر فتضغط عليه متوسط لمس الكرة عنده عالي، تحضير الهجمة في التمرير الطولي عنده عالي، وبالتالي هو كان بيوقف له مصطفى محمد. لما تعرف كده تعرف إن المدافع ده كرته حلوة، المدافع ده هو المحور بناء الفرقة، لما المهاجم يرحل يعني هو دايما التعليمات بتبقى إيه؟ المدرب بيقول للمهاجم عايزك لما الراجل ده يجي يبني الهجمة انت ترحل عليه تسيب من التاني، لان التاني تمريراته الطولية مش عالية، تعرف ان بدري بنون تمريراته الطولية عالية جدا. الحاجة المهمة قوي 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 ودي النقطة اللي فعلا احنا محتاجينها من ساعة رحيل احمد حجازي، طبعا المدافعين كلهم على مستوى عالي، ولكن حتة الالتحامات الهوائية او حتة الكرات العالية دي مهمة جدا، ان انت تجيب مدافع طويل القامة بياخد الكور العالية دي حتة مهمة. اكيد بدري بنون اصلا طويل القامة، واحد اهم مميزاته غير تحضير الهجمة هي الالتحامات الهوائية، هي الكرات العالية، الكرات العالية كلها بتاعته تستفيد بيها كمان يا دكتور، مش بس على المستوى الدفاعي، انت بتستفيد كمان في الكرات الثابته على المستوى الهجومي، المستوى الهجومي انك بيزيد وعندك عندك مصدر خطوره، بنشوف ده في فان دايك على سبيل المثال حتى على المستوى الهجومي، فطبعا شيء مميز جدا. العاب الهواء ده يعني حاجة اساس للسردباك اكيد طبعاً. يعني. ودليل كمان تاكيد لكلام حضرتك النقطه اللي بعد كده ان هو مدافع هداف، هو هداف نادي الرجاء في دوري ابطال افريقيا برصيد 3 اهداف. طب سجل في شباك مين؟ يعني برضو نشوف الفرق اللي هو سجل فيه، سجل في شباك الترجي، سجل في شباك مازيمبي، سجل في فيتا كلوب، يعني الثلاث فرق قوي. كبار ماتشات كبيره يعني أيه. صاحب شخصيه بيعرف يسجل فيه، دي حاجه مهمه ان هو برضو بيتقدم في الضربات الثابته أيه. في برضو نقطه مهمه ان بدر بنون كان مدرب الرجاء بيعتمد عليه في الضربات الثابته بايه؟ ان هو كان دايما يلعب الضربه الثابته على القائم البعيد بحيث ان بدر بنون طويل القامه يصلحها اللي جاي من ورا يرجع، فدي حاجه مهمه برضو ان انت هيبقى عندك مساج بيعرف يجيب براسه او بيلهد في الضربات الثابته تقدر ان انت تلعب عليه، دي حاجه مهمه جدا. برضو بيشوط ضربات جزاء في رقم هنا جدا. برضو انت باكد كلامك يا دكتور يعني فاز بالالتحامات الهوائيه 76%، ده رقم كبير. هو اكتر مدافع في دوري ابطال افريقيا فاز بالالتحامات الهوائيه بنسبه 76%، يعني بدر بنون يعني لو استعرضنا ارقامه والتاكيد لكلام حضرتك، بدر بنون في دوري ابطال افريقيا هو لعب 9 مشاركات ب 742 دقيقه مسجل 3 اهداف، وده اكتر مدافع في دوري ابطال افريقيا مسجل اهداف في كل الفرق. متوسط لمسته للكره 53.7، ده رقم مميز جدا لما مدافع يلمس الكره في الماتش 53 اكتر من 50 مره، ده دليل ان هو ايه؟ ان هو محور بناء الهجمه. صحيح. زي عشان كده باتشيكو عين له مصطفى محمد. صحيح. متوسط التمريرات الطوليه بتاعته 3.1، برضو بيدي تمريرات طوليه بنسبه نجاح يعني نصهم صح، ده نسبه كويسه جدا. نيجي بعد كده للمراوغات الناجحه وصناعه الفرص، برضو المراوغات الناجحه بالنسبه له كمدافع دي الحاجه الملحوظه ان هو يمكن هو اعلى مدافع في دوري ابطال افريقيا في حته المراوغات. يعني بيزيد يعني 3.1 دي كل المدافعين 1.1 هو اعلى منهم، علشان الناس برضو تفهم المراوغات بمعنى انه حتى ممكن لو اتعرض تحت ضغط، انت في بعض السردباكات لما بيضغط عليها بتطفش بلغه الكوره او تقلش يعني يجي الكوره فده من النوعيه اللي ممكن جدا يبقى عنده هدوء ممكن يعدي ويسلم بشكل كويس. صح. في وقت الزنقه هيعرف ان هو يفوت من 1-1 في المهاجم. صحيح. برضو صحيح. نيجي بقى اللي هو دقة التمريرات القصيرة بتاعته 85%، ده رقم كويس جدا دليل ان هو بيحضر الهجمة بشكل كويس وكورته حلوة جدا.
الالتحامات الهوائيه دي واحده من اهم مميزات بدر بانون، ان هو نسبه نجاحه في الالتحامات الهوائيه 76%، حاجه مهمه جدا. نسبه يعني بيفوز بكام التحام في الماتش؟ 3.7 يعني 4 التحامات في الماتش، نسبه كويسه. الالتحامات الارضيه 1.6 بنسبه نجاح 85%، ده رقم كويس كمان. رقم كويس يعني جدا. انت يعني عشان برضو نترجم للناس عشان الناس تفهم، طبعا انت بتتكلم على ارقام مهمه جدا. الترجمه الفنيه للالتحامات الارضيه بما معناها ان اللاعب دوت ممكن يقطع الكره بشكل مباشر وشكل جيد جدا بدون فاول، وده مهم جدا. يعني بيقطع الكره من غير فاول 85%، يعني لو 100 اتباصت مثلا لمهاجم، لا هو ممكن يقطع 85% من هزيم بدون فاولات، يعني ده برضو شيء مهم جدا. وتاكيدا لكلام حضرتك، هو برضو واحده من اهم مميزاته ان هو ما بيرتكبش اخطاء كتير. في مدافع تبص على ارقامه تلاقيه بيعمل فاولات كتير قوي، ده 3/10 فاول في الماتش، نسبه قليله قوي، يعني ما بيعملش فاولات. دي حاجه كويسه ان هو مش بيعمل فاولات. ده 0.7 ده 0.7 كمان، يعني 3/10 دي حاجه قليله جدا. يعني بالنسبه لتشتيت الكوره برضو 3-1 رقم مش عالي قوي. ليه؟ لان هو ما بيشتتش الكوره، كورته حلوه، ما عندوش حته التشتيت الكتير دي، وده برضو رقم يحسب له. طب اترقص كم مره او تم مراوغته كم مره؟ 1/10 بس في الماتش الواحد، ده رقم قليل جدا. يعني في الواحد على واحد رقم قليل جدا، 1/10. في مدافعين 2 وفي 2 بيوصلوا 1، 1/10 ده يعني رقم قليل قوي. يعني بالظبط كل 10 مراوغات هو بيقطع 9، دي حاجه كويسه جدا في الواحد على واحد. المحاولات على المرمى 7/10، يعني بيعمل محاوله في الماتش الواحد، ده تاكيد ان هو برده بيقدم ليه دور هجومي. اذا يعني ملخص الارقام دي، برده نبص على ارقامه في الدوري. احنا جايبين ارقامه في دوري ابطال افريقيا وارقامه في الدوري، الدوري المغربي السنه اللي فاتت، السنه هو لعب يعني 19 مشاركه في الرجاء. طبعا هم حصلوا على الدوري المغربي، اذا هو ليه دور مهم جدا ان هو لعب 18 مباراه اساسي، صنع 4 فرص، بيعمل كام تمريره صحيحه في الدوري المغربي؟ 44 تمريره في الماتش الواحد. ده في المباراه الواحده المتوسط 44. في الماتش الواحد 44 تمريره صح في المباراه الواحده. نسبة دقة تمريراته هناك 90%، في دوري أبطال أفريقيا كانت كام؟ 85. طبعا عشان فرق قوة المنافسين أكيد بس طبعًا. برضو بتظل النسبة عالية. استخلاص الكرة 7 في الماتش الواحد، قطع التمريرات 6 في المباراة الواحدة. الالتحامات الهوائية هناك كام برضو؟ 3-3، نفس النسبة كانت في دوري أبطال أفريقيا كانت 3-7، لما استعرض 3-7 برضو في الدوري 3-3، فده تأكيد إن برضو معدلاته متقاربة جدا هي. يعني ما حدش يقول لك أصل الدوري المغربي ضعيف أو ممكن أو أرقامه عالية، لا ده أرقامه متوازية حتى على المستوى الأفريقي. المستوى الأفريقي برضو نسبة الالتحامات الهوائية هناك كانت كام؟ كانت 75% أو كانت بالظبط 76%، هنا 71%، قريبة جدا فوق 70%. يعني معدل الالتحامات الارضيه برضو نسبه كويسه 78%، هناك كانت 85. معدل ارتكابه للاخطاء مش كتير برضو 7/10، حصل على 7 كروت صفراء وما خدش ولا كارت احمر، وده اللي بقول لك عليه، وده المهم جدا. ان هو ممكن تتكلم على مدافع قوي، مدافع بيستخسر الكوره بشكل كبير، لكن في بعض المدافعين عندهم الصفات ديت ولكن بيرتكبوا اخطاء، والاخطاء انت عارف يا اما اخطاء جوه منطقه الجزاء بتبقى مشكله، يا اما بره ال 18 برده بتبقى مشكله. فده برده من مميزاته انه بيقطع الكوره من غير ما يعني من غير ما يعمل فاول. بمعنى ده حاجه مهمه جدا. وفي حاجه كمان بقى تاكيدا للارقام دي كلها في دوري ابطال افريقيا، موقع سوفا سكور متخصص بالاحصائيات قال ايه في على بدر بانون؟ اداله اعلى تقييم كمدافع في البطوله. هقول لحضرتك الدرجات كلها، طبعا الدرجات من 10. بدر بانون اخد احسن لاعب في الرجاء كلها، مش مدافع بس، أحسن لاعب في فريق الرجاء 7.2/10، حصل على 7.2/10. ده توتال المباريات البطولة الأفريقية. أنس الزنيتي حارس المرمى بتاع الرجاء أخذ 7.1، ده تاني أعلى تقييم. إذن بدر بانون هو أحسن لاعب بالأرقام في الرجاء في دوري أبطال أفريقيا. نيجي للنادي الأهلي، إحنا قلنا بدر بانون أخذ كام؟ 7.2. النادي الأهلي أعلى مدافع فيه ياسر إبراهيم أخذ 7.1. نيجي لنادي الزمالك، محمود علاء والونش الاثنين متساويين اخدين 7 بس. اذا بدر بانون هو بالارقام في موقع سوفا سكور اخد، وطبعا شيخ كماره في الوداد اخد 6.8. اذا بالارقام او موقع سوفا سكور المتخصص في الاحصائيات قال ان بدر بانون واخد 7.2/10 كأفضل مدافع في دوري ابطال افريقيا، ودي حاجه برضو تحسب ليه بدر بانون وتحسب ليه الصفقه. نتمنى بالتاكيد ان الصفقه ان شاء الله تفيد النادي الاهلي. احنا كده اتكلمنا على الجانب التقني اللي هو التقني التكنيكال، نيجي للجانب الفيزيكال البدني. هو زي ما قلنا ابن لاعب 18 مباراه اساسي في الدوري المغربي، لعب في دوري ابطال افريقيا، لعب 9 مشاركات، اذا لعبهم بشكل اساسي، لعب 742 دقيقه
في دوري ابطال افريقيا، اذا هو بيكمل على المستوى البدني كويس، ومن خلال حتى بعض الارقام نسبه مثلا الالتحامات ده بيدل ان هو قوي، بدنيا، وان هو مثلا الهيستوري بتاع تاريخ الاصابات بتاعه الحمد لله عنده سرعات، والسرعات دي شفناها بشكل كويس، ما عندوش اصابات يعني، دي حاجه مهمه تاريخه طبعا. مثلا عكس ما بجيب مثلا حد عنده 2 رباط صليبي او التاريخ الاصابات عنده كتير طبعا. دي حاجه تفرق. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون باذن الله صفقه ان شاء الله على مستوى الطموحات باذن الله، وكلنا ثقه طبعا ان شاء الله في كل لعبتنا. طيب انقلك بقى في حاجه بس اخيره برضو، نقطه اخيره. بدري بنون واحده من اهم مميزاته هي التوقع، ان هو بيعتمد على التوقع في قطع الكوره، وده مدافع ذكي. يعني ايه اتوقع؟ يعني بعرف التمريره رايحه فين واقوم قاطعها، دي حاجه مهمه جدا التوقع دي، برضو ذكائه في يعني ايه في تحضيره للهجمه، حافظ الملعب وعينيه حلوه يعني حافظ وعينه حلوه وبيتوقع صح، دي حاجه مهمه. عشان كده ارقامه في البلوك في منع التسديده او منع الهجمه المؤثره هتلاقيها عاليه. والصفات ديت برضو ممكن تاخدنا في، ممكن جدا انه يكون بيلعب اكتر من مركز، وخاصه مثلا ديفندر وسط ملعب ممكن تساعده، وهذه المقومات تساعده. وحاجه كمان، هو مدافع دولي، هو كان هيروح كاس العالم لغايه اخر لحظه استبعده رينار واخد مكانه يوسف النصيري اللي هو مهاجم اشبيليه في يعني خلاص في اللحظه الاخيره، لكن هو كان متاخد في قائمه كاس العالم، ودي حاجه تاكد لك برضو ان هو مدافع دولي وان هو مدافع صفقه سوبر للنادي ان شاء الله باذن الله تبقى صفقه موفقه باذن الله. نروح لملفنا الثاني، المنتخب القومي. منتخب مصر انت عارف مش هقول لك بيمر بازمه، لكن احنا في موقف صعب، يعني عندنا ماتشين امام توجو، ماتشين مهمين جدا. يمكن نتيجه جزر القمر مع كينيا ادت نوع من انواع طبعا الموتيفيشن اكتر شويه للوصول للنقطه رقم 5 اللي وصل لها جزر القمر. فبرضو عايزين نعرف المنافس، احنا عارفين كلنا منتخبنا، ويمكن هنتكلم عليه برضو شوية التشكيل هيبدأ ازاي، كابتن حسام بيفكر في الجيم ازاي، لكن خلينا نروح لتوجو. توجو من الفرق مش هقولك الفرق الضعيفة، فرق متوسطة القوة، عندها لاعبين محترفين، عندهم لعيبة على مستوى عادي، لكن عايزين نعرف منك برضو الشكل الفني لتوجو ومشوارهم في البطولة كان عامل ازاي لغاية الجولة الثالثة. يعني اولا احنا بيصعد التصفيات دي الاول والثاني من كل مجموعه، دي حاجه مهمه. اولا جزر القمر بيتصدر المجموعه من 3 مباريات برصيد 5 نقط، الثاني كينيا 3 نقط من 3 مباريات، مصر الثالث من نقطتين من مباراتين. فان شاء الله لو كسبنا الماتشين او حتى حصلت في اسوء الحالات يعني على 4 نقاط ان شاء الله تتصدر المجموعه. بالتاكيد منتخب توجو دلوقتي ما عادش فيه منتخب يعني ضعيف في القاره الافريقيه، بقيت ان انت تحضر او تذاكر في كل الفرق المنافسه تلاقي نقاط قوه، تلاقي نقاط ضعف، تلاقي محترفين. صحيح بيبقى مستواهم الفني مش نفس مثلا المحترفين زي صلاح وتريزيجيه وزي نفس القوه الفنيه، ولكن برضو بتلاقي بعض الحاجات. يعتبر يعني منتخب توجو بعتبره من المنتخبات المتوسطه اللي هي السكن، مصنف ثاني يعني التصنيف الثاني، مش اللي هي الفئه الاولى ومش الفئه الثالثه، مش الضعيف قوي ومش القوي قوي، هو في الفرقه متوسطه. طبعا هو بيدربهم الفرنسي كلود لوروا، ده الراجل بقى له كام سنه دلوقتي في افريقيا، يعني بقى له سنين جدا يعني جداً. هو هقول لحضرتك كمان في لو استعرضنا المقارنه، اولا احنا هنستعرض مقارنه كده ما بين التاريخ التدريبي الكابتن حسام البدري وكلود لوروا. اول حاجه الفرنسي كلود لوروا تولى المهمه من سنه 7 ابريل 2016 مع منتخب توجو، كابتن حسام البدري متولي المهمه من 2019 20 سبتمبر. لعب 4 مباريات كابتن حسام البدري، فاز 2 وتعادل 2، ما خسرش ولا مباراه حتى الان، احرز 3 اهداف في 4 مباريات. هو طبعا الرقم بالنسبه للفوز يعني نوعا ما جيد، لكن احراز الاهداف قليل، عايزين نزود احراز الاهداف عندنا. استقبال الاهداف 1، برضه الدفاع كويس، شباك نظيفة 3 من 4. نيجي بقى لكلود لوروا اللي هو الفرنسي، لعب معهم 22 ماتش، كسب ماتشين بس من 22 وتعادل 8 وخسر 9، أحرز 28 هدف في 22 مباراة، واستقبلت شباكه أهداف 28، برضه رقم بيؤكد إنهم عندهم نوعا ما قوة هجومية وضعف دفاعي. بالظبط، أنت بتتكلم تقريبا جول وشوية يعني في كل مباراة، لكن بيدخل فيهم أهداف برضه. والشباك النظيفة برضه 7 من 22، بس ده دليل على الضعف الخط الدفاع عندهم. هو يتولي المسؤولية طبعا 7 أبريل 2016 يعني تقريبا بقى له أكثر من 4 سنين ونص. ده بيديك مؤشر لاستقرار شوية أو حافظ الفرقة وعنده عارف الشكل بتاعته. يعني لو بصينا برضه على تكملة سبق ليه تدريب، طبعا كابتن حسام البدري كان بيدرب النادي الاهلي واهلي طرابلس الليبي وانبي والمريخ السوداني. كلود لوروا بقى تاكيد كلام حضرتك هو 72 سنه، سبق ليه تدريب الكونغو والكونغو الديمقراطيه وسوريا
وعمان وغانا والكاميرون والسنغال وماليزيا والشباب السعودي وفي انديه فرنسيه كمان، فتاريخ طبعا كبير في القاره الافريقيه. وهو انجازاته كلها ان هو اخذ كاس افريقيا مع الكاميرون سنه 87 صحيح، وكان عامل شغل كويس مع السنغال اكيد ومع غانا، يعني عنده خبرات افريقيه على مستوى عالي جدا. الكابتن حسام البدري انجازاته كلها مع النادي الاهلي ما عدا الدوري السوداني، يعني هو اخذ 3 دوري مصري مع النادي الاهلي، 3 سوبر، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي، كاس مصر، كل ده مع النادي الاهلي، واخذ دوري السوداني مع نادي المريخ. ده يمكن انجازات كابتن حسام البدري. هنستعرض بقى التشكيل وطريقه اللعب. عايزين برضو نعرف اهم اللاعبين، يمكن هتستعرض التشكيل بشكل او باخر، لكن وانت كمان يا احمد بتستعرض التشكيل الاوف لنا على اهم اللاعبين، يعني افضل اللاعبين. بالظبط. اول حاجه معانا في حراسه المرمى، طبعا هم طريقه لعبهم يا كابتن هاني بيلعبوا 4-4-2 صريحه ساعات بتتحول فلات يعني ولا فلات. ساعات بتتحول ل 4-2-3-1 ازاي؟ عن طريق صوت واحد من المهاجمين كصانع العاب نمره 10. تمام. يمكن في حراسه المرمى طبعا باركولا اللي هو رقم 16 اللي قدامنا على الشاشه ده بيلعب في نادي اولمبيك ليون بي الفرنسي في الدرجه الرابعه في فرنسا، 21 سنه. ده نعلم عليه كده ان هو واحد من نقاط الضعف عندهم خاصه على مستوى التسديدات، فدي على مستوى التسديدات. عشان احنا هناخد برضو نقاط الضعف ونبدا نتكلم لو ايه اللي احنا ما كمان محتاجينه، يبقى احنا محتاجين لعيبه بتشتغل عليه اكتر يعني. دي حاجه مهمه جدا. نيجي للاثنين المساكين، ديني ده واحد هو اعلى قيمه تسويقيه، طبعا بيلعب في اختافي الاسباني. يبقى لعيب كويس طبعا. قيمته التسويقيه يمكن قيمته التسويقيه 22.5 مليون يورو، دي حاجه مهمه جدا. اللي هو ديني هو اساسي في اختافي الفرنسي، سوري الاسباني، لعب 8 مباريات صنع معاهم هدف، اساسي في ده في الليجا يعني. اكتر لاعب في توجو نعلم عليه كده دايره ديني دي، لان هو اهم مدافع عندهم. اكتر لاعب في توجو قطع كوره على الارقام اللي انا بقولها دي على مستوى التصفيات في كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه، دي اخر 4 مباريات تحديدا. هو اكتر لاعب قطع التمريرات واكتر لاعب استخلص الكرات، فاذا ده مهم جدا. اللي هو ديني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو رقم 21 بيلعب في ختافي الاسباني. المساك الثاني اللي هو اما تشوي، ده بيلعب بدون نادي حاليا، وده يمكن هو عندهم مدافع رقم 5 حكيم، ده مدافع اساسي غايب مش موجود في القائمه، ده اللي هيدخل مكانه، ودي برده نقطه ضعف. يعني انت بتتكلم على حارس مرمى وسردباك لغايه دلوقتي. تمام. الباك اليمين ستيف لاوسون، ده واحد من الباكات برده كورته حلوه قوي، بيلعب في الدوري الاسكتلندي، ده اكتر لعيب في الفرقه بيعمل تمريرات صح، فدليل ان الجبهه اليمين ده هم بيحضروا عليها، دي نقطه مهمه جدا. بيلعب في الدوري الاسكتلندي. نيجي لبسيلي اللي هو الظهير الايسر، بيلعب في بوردو الفرنسي في الفريق الثاني لبوردو الفرنسي، ده برضه يعني 21 سنه وكان عنده مشكله، هو مشكلته كلها في الجبهه دي اصلا الشمال، فبدا ان هو يستعين ببسيلي في مباراه السودان الاخيره. يعني هو مش مركزه تقصد؟ مش الاساسي بتاعه. مش الاساسي. يعني هو بدا يستعين بيه في، يعني زي مثلا احمد ابو الفتوح كده لما تجيبه في الفتره الاخيره وتحطه مثلا يعني في الشباب. بالظبط، يعني هو بيستعين بيه على اساس هو لاعب كويس بيلعب برجله الشمال، لكن ما عندوش اساسيات باك شمال يعني. ده بسيلي اللي هو رقم واحد، ده اللي هو عنده 21 سنه. نيجي للاثنين اللي في الارتكاز، فلويد ايتي وفرانكو اوتشو، يمكن الاثنين واحد في الدوري التركي اللي هو ايتي اللي هو بيلعب في الدوري التركي، والتاني بيلعب في الدرجه الثانيه في الدنمارك، برده مش اقوياء قوي. نيجي بقى للاهم مفتاح لعب عندهم اللي هو دوسيفي، ماسيو دوسيفي. اللي هو الجناح اليمين اللي هو رقم 7، بيلعب في دينزلسبور التركي، ده واحد من اهم اللعيبه، 32 سنه، اكتر لاعب عامل صانع فرص، اكتر لاعب عامل تمريرات بينيه، واكتر لاعب عامل عرضيات، اللي هو الجناح اليمين. الجناح اليمين يبقى انت بتتكلم على جبهه يمين، اذا كان جبهه يمين هو اصلا كل قوتهم في الجبهه اليمنى اللي هو ماسيو دوسيفي، ده نحط عليه دايره، يبقى احنا حطينا على نقاط القوه ديني اللي هو السيد باك، وحطينا على دوسيفي اللي هو الباك اليمين. وده هنا سؤال، هنحط ايمن اشرف ولا محمد حمدي؟ هنيجي نتكلم معاك نتناقش فيه دي. اوكي، انت بتتكلم كمان على اتنين ديفندر متوسطين، يعني مفيش قوه فيهم خالص. وبالعكس ده هم نقطه الضعف اصلا الاساسيه عندهم، المساحه اللي ورا الاثنين الارتكاز، دي نقطه مهمه في العمق، يعني لو لعب مثلا هنا قفشه او عبد الله السعيد يقدر يستغل المساحه الموجوده في ظهر الاثنين الارتكاز. نيجي للجناح الثاني اللي هو سونو رقم 11، ده برده يعني من اللعيبه اللي عندها 29 سنه. عايز اقول لحضرتك حاجه، 4-4-2 يبقى هم بيعتمدوا على الاطراف اكتر، يبقى خطورتهم في العرضيات،
ديسيفي من اللعيبه اللي هي اللي هو الجناح اليمين من اللعيبه اللي بتعمل عرضيات كتير. طب هو ديسيفي ده اشول ولا انت ساعد؟ ايمن يبقى يعتمد على الخط اكتر، على العرضيات اكتر، وبيلعب في الدوري بيعدي على الخط اكتر. لكن سونو بيخش للعمق اكتر وبيشوط، بيشوط اوكي، يعني واحد بيديك عرضيات اكتر وواحد بيخش للعمق، بيخترق من العمق. اذا الباك اليمين لازم يكون مخلي باله ان سونو بيخترق للعمق اكتر عكس ديسيفي اللي دايما بيعمل عرضيات اكتر. اوكي نيجي للاثنين اللي قدام طبعا، في اللي هو المهاجم لاباكوجو، مهاجم العين الاماراتي كان عليه كلام ان هو مش هيجي وان العين الاماراتي رافض ان هو يجي، ولكن تم حل المشكله دي الصبح، فلسه هيجي هيلعب ولا لا دي برده ممكن يلعب. من اهم اللعيبه بالنسبه لهم، هو اكتر لاعب بيعمل محاولات على المرمى في المنتخب ومن اهم اللعيبه، فممكن اللي هيبدا مكانه لو هو لسه عشان السفر والحاجات دي هيبقى دينيكي، اللي هو كيفن دينيكي، ده مهاجم في الدوري الفرنسي بيلعب في نادي نيم الفرنسي، في نادي نيم الفرنسي، واللي جنبه ملابا. ملابا اوكي، هو كان بيلعب بملابا ولابا، ملابا اللي هو اللي هو المهاجم اللي بيبقى بيسقط، ولابا اللي هو بيبقى المهاجم العين الاماراتي. أوكي. مهاجم العين الاماراتي، ملابا برضو بيلعب في اتحاد كلباء الاماراتي، الاثنين بيلعبوا في الدوري الاماراتي، دينيكي بيلعب في الدوري الفرنسي، فدي طريقه اللعب بالنسبه لهم. نيجي بقى لنقاط القوه تحديدا، هم فريق بيعتمد على الاطراف. زي ما انت اتكلمت، انت دلوقتي بتتكلم على الجبهه اليمنى، بتتكلم على باك يمين كويس قوي وطرف كويس قوي، بتتكلم على كمان متوسط الدفاع متوسطين، يعني ما عندهمش تأكيدا لكلام حضرتك، هو يعني هو فريق خطورته على الاطراف، معدل العرضيات بتاع منتخب توجو في المباراه الواحده 15 عرضيه، رقم كبير، هو 14 طبعا عرضيه طبعا. بيعملوا 9 من الجانب اليمين و6 من الجانب الشمال، دي او اول حاله، يعني اول احنا معانا حالتين تحديدا أوكي. اول ده لا ده الحاله الثانيه، خليها يا ريت الحاله الثانيه دي خطورتهم في الضربات الركنيه، ضربات الركنيه خطورتهم في الضربات، هم عندهم خطورتين، الخطر الاول الضربه الركنيه، الخطر الثاني الجبهه اليمنى، ده ابرز حاجتين في توجو. اول حاجه الضربات الركنيه لازم نخلي بالنا ان هم دايما بيلعبوها على قوس دايره منطقه الجزاء، تقريبا عند نقطه البلانتي هي دي قوس دايره منطقه الجزاء، فدي لازم نخلي، يعني لو لعبناها كده هنلاقي ان هو اهو السهم رايح فين، السهم هو رايح عند الكوست، هو دايما الحته دي مهمه جدا ان انت توقف الاثنين طوال شويه، هو ممكن حكاسي. الفكره كمان ان هو زي ما انت شايفين ان ممكن جدا الكره لو اتلعبت في الحته دي الاول خالص في اثنين بياخدوا السردباكات ويخشوا على العارضه القريبه، واللي جاي تقريبا يعملوا بلوك او سكريننج للباقي، واللي جاي من تحت شويه، كان المدافع اللي هو موجود كان دايما بيخش من وراهم، فدي بالزبط. لازم نخلي بالنا منها ان هي دايما المرابه القرار الكتير جدا، لما اتفرجت اليوم على ماتشات دي واحده من اهم مفاتيحهم اللي هي الضربات الركنيه. الحاجه الثانيه اللي هي خطوره الجبهه اليمنى، لو استعرضنا اللعبه الثانيه اللي هي الضربه الجبهه اليمين اللي احنا قلنا عليه اللي هو اللاعب دوسيفي ده لاعب خطير جدا اللي هو رقم اهو، بص حضرتك دايما ده هدف هم جابوه برده في الجزر القمر، بص دي المساحه اللي ورا الباك الشمال، اللي ورا الباك الشمال اللي هو مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من الحته دي، المساحه اللي ورا الباك ليفت، نكمل اللعبه لو كملناها هنلاقي ان هو دايما اللي هو دوسيفي ده بيخترق اهو وبيعمل الاوفر، هتلاقي الكره المدافع جابها في نفسه، ولكن ده دليل ان برضو الخطوره من الجبهه دي، وزي ما انت قلت برضو هو دايما المدربين بتحسب اذا كان الوينج اليمين ايمن ولا اشول، لو ايمن يبقى هو طبعا عدلته على اليمين وبالتالي بيبقى عدد الكروسات بيبقى اكتر شويه، الكلام عن الناحيه الثانيه الطرف الشمال هو بيخش على جوه، فعنده بيخش لجوه وبيسدد اكتر، بيسدد بشكل اكتر. طب تعالى ننقل كل دوت ونبلوره كده في التشكيل الامثل من خلال اللي احنا شفناه. الكابتن حسام البدري يبدا ازاي؟ هو اهم حاجه احنا قلنا ان هم لازم اول حاجه نخلي بالنا من الضربات الركنيه، الحاجه الثانيه هم عندهم جبهه يمين قويه، فانا وجهه نظري ايمن اشرف يبدا كباك شمال، دي رقم واحد، لازم ابدا بايمن اشرف. الحاجه الثانيه ان هم عندهم نقطه ضعف واضحه، كذا نقطه ضعف، اولا حارس المرمى بتاعهم ضعيف، يبقى انا لازم اعتمد على التسديد من بره ال 18. الحاجه الثانيه لازم العب بلعيب 10 عشان يستغل المساحه اللي ورا الاثنين اللي ارتكاز. طب ناخدها كده من كتشكيل. كتشكيل حاجه في حراسه المرمى محمد الشناوي لا خلاف عليه، هو الحارس الافضل في مصر يعني. أوكي. محمد الشناوي، الاثنين المساكين احمد حجازي والونش. طيب احمد حجازي ناحيه اليمين والونش ناحيه الشمال. يعني على عدله الونش، لان انت لو ما بتتكلم على ناحيه الشمال يبقى عندك ايمن اشرف، لو حطينا ايمن اشرف ممكن يكون سرعات الونش اكتر سرعه شويه من حجازي، فممكن حتى الطرف اليمين لو عدى من ايمن يبقى فيه تغطيه، الونش بيرحل عليه، والونش كمان بيمر بحاله كويسه جدا بدنيا، وثنائيه حجازي ومحمود علاء الاثنين شبه بعض شويه، صحيح يعني الاثنين ستايل واحد،
فانت محتاج مدافع مختلف عنهم شويه. انا متفق معاك. يبقى بنتكلم على محمد هاني، محمد الشناوي ومحمد هاني واحمد حجازي والونش وايمن اشرف. طيب نيجي لوسط المدافع الارتكاز. عمرو السوليه لازم يكون اساسي. ليه؟ لان طارق حامد والنني فيهم نفس النوعيه، شبه بعض، ان هي حته قطع الكرات. حتى النني مع الارسنال بيقوم بالحته دي. فانا شايف طارق حامد وعمرو السوليه الاثنين ارتكاز. واحد طارق حامد هو اللي هيديك العمق، وعمرو السوليه هو اللي بيكمل. حتى لو بدا بالنني يبقى النني جنبه عمرو السوليه. لازم عمرو السوليه يكون موجود لان هو الوحيد يعني. انا لو هتعمل دبل او هتعمل اثنين مختلفين سنائي. اعتقد الاقرب طبعا طارق حامد والسوليه. طارق وعمرو، لان عمرو بيزيد بشكل كويس والنني بيمر بفتره كويسه جدا، ما بيعرفش يعمل سته كويس يعني. النني حتى بنشوف في الارسنال بدا يزيد يخش بس هي خطوره الفرقه دي مش قوي، مش يعني قوي، فممكن توقف شويه برضه. النني حته التمريرات عنده كويسه جدا. أوكي. فطارق حامد وعمرو السوليه قدام محمد مجدي قفشه، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. مصطفى محمد مش احمد حسن كوكا. مصطفى محمد برضو بيمر فتره كويسه، هداف، عنده خطوره العرضيات دي، ماشي بشكل كويس. اعتقد ان هو مع محمد هاني وايمن اشرف. ليه حطيت ايمن اشرف مثلا مش محمد حمدي؟ علشان حته خطوره الجبهه اليمنى اللي عندهم يبقى مساك ثالث تحديدا مع واقف، عكس محمد هاني اللي هيطير من الناحيه دي، يقدر يديك العرضيات مع جبهه محمد صلاح. هم هيحطوا له اكيد كل التأكيد هيعملوا حسابهم على محمد صلاح. والناحية الثانية تريزيجيه وقفشة برضو، وأفضل من أفضل اللعيبة في النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، عنده حتة تسديد، بيمر بفترة كويسة جدا. وبرضو من قدام مصطفى محمد. مصطفى يعني. محمد الأفضل. دكتور بنشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الرائع، وإن شاء الله يعني أكيد هيكون لنا لقاء تاني أكيد إن شاء الله بعد يعني مباراة كمان المنتخب، نشوف الشكل العام هيبقى ازاي. وطبعا كلنا نتمنى الفوز المنتخب، لان بنمر بموقف صعب، لكن احنا على مستوى اللعيبه وعلى مستوى الجهاز الفني ان شاء الله احنا قريبين جدا جدا من الفوز بالماتشين ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا الله. وبالتوفيق للمنتخب ان شاء الله، يعني حتى لو اربع نقط من الماتشين دول باذن الله. لا ان شاء الله ست. ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله ونقدر ان احنا نتصدر المجموعه ونتاهل لكاس الامم ان شاء الله. دكتور احمد ثابت بنشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل ان شاء الله كابتن مصطفى شبيطة، طبعا لاعب النادي الاهلي واللاعب السابق للانديه كتير جدا في الدوري المصري، معانا هنا في البيت الكبير.